بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب على الدوام. نتكلم عن الجنيه بتاع قناة السويس 2011. طبعا الأغلبية بيعلق على القناة اللي ما فيش 2011، هي كانت لسه قناة السويس ما اتعملتش، هي كانت مش عارف إيه، كانت يا جماعة الجنيه ده اتطبع خطأ على عملة تانية 2011، كانت عملة 2011 طبع عليها 2011، عملة دي طبع منها 1000 قطعة فقط، واكتشفوا الخطأ بعد ما عمل في السوق ونزل والكلام من ده، ورجعوا تاني قال لك ايه ده غلطة وبتاع مش مشكلة وكلام من ده، لكن هم اعترفوا بالخطأ والكلام من ده. ده يعمل خطأ، ده الجنيه ده خطأ وبيعمل فلوس، ويعمل فلوس حلوة كمان كويس. ليه؟ لأنه قال الجنيه ده أصلا مسكوك غلط، وأي حاجة خطأ احنا قلنا في العملات التذكارية بالذات بتعمل فلوس، صح ولا لا؟ فالجنيه ده اهو 2011 غير 2015، تمام؟ غير 2015 يا جماعة ده، تمام؟ هو مش هيبان قوي لأن ايه، مع يعني قديم قوي وجايز ايه معمول مضغوط كده ايه شويه، انما هو بصوا يا جماعه العمله دي موجود منها عملات قليله جدا مع الاشخاص قليله. اماكن او مواقع واسواق وجروبات اللي هي لبيع العملات والانتيكات والتحف، ممكن تعرض على سوق اوليكس، ممكن تعرض على السوق المفتوح، ممكن تعرض على كام بكام وعلي بابا وامازون، في سوق في القاهره، سوق ديانه بجوار سينما ديانه وسط البلد، تقاطع شارع عماد الدين مع شارع 26 يوليو خلف بنك فيصل الإسلامي، دي كل يوم سبت من 10 صباحا حتى 5 مساء. في الإسكندرية كافيه الصيام، محطة مصر كل يوم 4 من 10 صباحا حتى 5 مساء. في 18 شارع ابن عثمان ميدان صلاح مصر الجديد، في شارع طلخة متفرع من صلاح الدين هايبر نجمة هليوبوليس. لو انت مش من القاهرة او من الإسكندرية، ممكن تتعامل عن طرق شركات الشحن، التسليم مقابل الاستلام، يعني الشركة تسلم البند تستلم الفلوس وللشحن. وجه بحري ممكن تكتب في جوجل اسم شركة فصل للشحن، ولو وجه قبلي ممكن تكتب شركة رابيدو للشحن. اعتقد كده مفيش اي حاجة انت محتاجها في العملات القديمة وتسأل عنها، او تروح تبيع فين او تعرض فين او الكلام من ده كله، اتبع الكلام ده كله وانت هتبيع عملتك بسهولة جدا، تمام؟ غير كده مش هتبيع. في جروب برضو فيكتوريا سجل عليه، وفي جروب تاني بيشتروا تحت منه هو تسجل عليه، وقف الفيديو وشوف. وفي جروبين تانيين للتقييم وللبيع المباشر، وبيقام فيها مزادات كمان للعملات القديمة كده. يبقى